بوم اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أحد التابعين بيسأل السيدة عائشة، قال أخبريني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت في ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت والله إني لا أحب قربك ولكني أحب ما يسرك. قالت فقام فتوضأ ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال ليعلمه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلص الحديث. كنوز رائعة، منها كنوز للنبي ومنها كنز جميل للسيدة عائشة. الأول كنز السيدة عائشة، سيدنا محمد بيقول لها أنا عايز أصلي شوية النهاردة، قالت له أنا بحب قربك لكني أحب ما يسرك. وعلى فكرة ده تعريف الحب الحقيقي، إنك أنت الشيء اللي حبيبك بيحبه يكون أحب إليك من الشيء اللي أنت بتحبه، أن يكون هوى حبيبك أحب إليك من هواك، وده يدل إن أنت بتحب حبيبك أكتر من نفسك. أنا نفسي إن أنت تبقى جنبي، بس لو أنت هتنبسط بالصلاة قوم صلي يا سيدنا محمد. فضل النبي يبكي لغاية ما بل حجره وبل لحيته الشريفة الكثيفة العظيمة، والبكاء وصل إنه بل الأرض بسبب رقة قلبه وحضوره مع الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه سيدنا بلال وسؤال غريب جدا، قال له أنت بتعيط وربنا أصلا غفر لك كل ذنوبك؟ كان سيدنا بلال بيقول اللي يبكي يا سيدنا محمد هو العاصي اللي خايف يكون ربنا ما غفرلوش، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو المقصر في حق ربه اللي عدت عليه أيام كان جريء على الله، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو الإنسان اللي ياما سمع حي على الصلاة وكان عنده أشياء أهم وأكبر عنده من الله، اللي يبكي هو الظالم، هو المنافق، هو الإنسان اللي عاش بعيد عن الله وبعيد عن الناس. أما أنت غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. فإذا بالنبي يقول له أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربنا أكرمني وغفر لي وسامحني، ثم أصلا هو أصلا معصوم، يعني ما بيغلطش صلى الله عليه وآله وسلم، فهو معصوم ومغفور له صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول له طب أنا هشكر ربنا طيب وببكي بين يدي الله حبا وشوقا. ثم قال له عن كنز اليوم الكبير، قال له في آية أي حد يسمعها لازم يتأمل فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أولي العقول والقلوب الحية. يا جماعة السماء والأرض والطيور والزرع ما هي إلا صور من مخلوقات الله اللي ربنا بيعرفك بنفسه فيها. لما تبص على عظمة السماء قول يا عظيم، السماء بتدل على عظمتك. لما تبص على جمال الطيور قول يا جميل، جمال الطيور بيدل على جمالك. لما تبص على سعة الأرزاق والأمطار اللي بتنزل والبشر والحيوانات والنباتات اللي قتها على ربها قول يا واسع يا رزاق، أنا عرفتك يا رزاق مما رأيت من كرم عطائك وسعة أرزاقك. فتعرف على الله عز وجل لما تشوف الدنيا وتشوف المخلوقات، دايما تتأمل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. فويل لمن قرأ هذه الآيات المتحدثة عن التأمل ولا يتأمل، وعقله ما يشتغلش وقلبه ما يدورش عن ربنا سبحانه وتعالى. هيعيش في الدنيا حاسس بالبعد، هيعيش في الدنيا هو مش شايف ربنا، وانت لازم تعيش في الدنيا شايف ربنا بقلبك في كل شيء حواليك، لأن كل شيء مكتوب عليه صنع الله الذي أتقن كل شيء. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام العارفين، والحمد لله رب العالمين.